نمشي في دروب الأمل ونتذكر من جديد لحظات ضحكات الأهل تضوي حلمنا من بعيد. حلم الأهل فينا احتضن أشواق تسرقها السنين كلها يهون لجل الوطن نفدي تراها أجمعين. تسليم من هالعمر تمضي وترجع من جديد وفي لحظة نلقاها تمر هالحلم ما هو بعيد. قلوب النادي ريحة هواك بلاد تعيش جهينة لفترة ما في وطن غير وطنها وأرض غير أرضها حتى تلبي حرص والدها في الاهتمام بالعلم. دائما أبوي حريص أنه في العلم ما في نقطة نهاية، فكان قرار أن جهينة تروح بعثة، كان أكون أول واحدة من أخواتي تكون خارج البلد، كان قرار شوية صعب بالنسبة لنا نحن، بس بالنسبة لأبوي كان موقفه واحد ما في أبدا لا في يعني في وجه الدراسة. أحبت جهينة المكان وأهله لطيبتهم ولكونهم جديرين بالمحبة، فالمحبة والطيب لا يعرفان وطنا ولا أرضا. كل قلوب تنادي ريحة هواء بلادي. جهينة ورثت حب الوطن عن والدها فتربت عليه وشغفت به، كيف لا ووالدها صاحب قصيدة تزهو بك الأعوام. جهينة يمكن أخذت نصيب الأسد من هذه يعني من هذه الميزة الشعرية اللي موجودة عندي. يعني جهينة أولا يعني الغريب أنها يعني استفادت من الإلقاء الشعري في البداية، ثم بدأت تحفظ قصائد الشعر. أي شعر أهدي وأي قصيدي، أنت أسمى من كل لفظ فريدي، شاردات البيان تقصر والواردات تندح في مداك البعيد. هذه باقة قطفت جناها من سناك ومن فؤاد العميد. أدرس في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد مدينة ديربون، وأدرس في جامعة ميشيغان ديربون، وتخصصي إدارة تقنية معلومات. اليوم أنا حابة أعرفكم على المدينة اللي أنا عايشة فيها وأراويكم الأماكن اللي اعتدت أروح لها والأشياء الجميلة الموجودة في المدينة، فتابعونا واستمتعوا معنا. الجو عندنا في ميشيغان دائما برد، وبرد قارس جدا، ونحن صراحة الجو البارد يعني كثير متعب، خصوصا في أثناء قيادة سيارة أو أثناء يعني المشي للجامعة أو أي مكان. طبعا جدا برد 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 لا يوصف. عندك أكثر من سوق هنا في ديربون، نحن معتادين نروح أسواق الرضا، أسواق المدينة، ونروح أسواق ناصر جمجم، القرية العربية، القرية الإسلامية، يعني كل اللي تريده إن شاء الله موجود في ديربون. وما بس مسألة الأسواق، أيضا حتى يعني المحلات بشكل عام في ديربون كلها، يعني حتى اللائحات اللي في المحلات كلها يعني بالخط العربي مكتوب باللغة العربية، وكل شيء يعني الأمور طيبة هنا يعني عندنا في ديربون. أبدا يعني الشعور بالغربة عندنا أخف من الولاية، الطلبة اللي في الولاية الثانية. هذه هي مدينة ميشيغان في نظرها، فما الذي أضافته مدينة كهذه لطالبة كجهينة العسرية؟ في أشياء تغيرت في حياتنا، مثل الغربة علمتنا المسؤولية. الغربة سوت منا يعني ذات، من ناحية أن صرنا نعرف نتحكم في أشياء
صرنا نعرف نتخذ إجراءات ما كنا متعودين عليها، مثل إجراءات البنوك، إجراءات السكنات والتشيكات، يعني أبداً ما كنا يعني ما لنا أبداً في هالمجال. عبق المساء هنا ونبض حكايا الأهل يحنان لجهينة، كيف لا وحديثها لا يمله أفراد أسرتها وهي الملكة كما سماها والدها. نفتقدينها كونها في أمريكا، فعلا نفتقدها، لكن لما نتذكر أنها راح تبني نفسها وترجع تبني نفسها وتبني الوطن نفس الشيء نتراجع شوية. أنا ما أخذ الأسير تو، أخلص الساعة 12 سجل الرسالة الثانية منفضلك الساعة 12 شخص ينتظرنا وفضيحة عيب موعد هذا ما رد علي تسكر تليفونه. هذه الجلسات المسائية تشتاق لجهينة التي كانت تملأها بهجة بتلقين إخوتها الصغار النزر القليل من إرثهم. شفت من بعيد عنتر ياي قلت وذبح الذبايح عنتر ياي، يوم شفت من قريب قلت ورد الذبايح وذبح ياي. كلها قلوب تنادي ريحة هواي بلادي. ما تنتظره جهينة بلهفة وفرحة غامرة في هذا المكان هو الاتصال القادم من مسقط العامرة، وخصوصا من الحيل من والدها العزيز. السلام عليكم أبوي. عليكم السلام جهينة، أهلا وسهلا. حياك الله وحياك، كيف حالك؟ الله يسلمك ويعافيك. كذلك على الجانب الآخر هناك من يشتاق لصوتها ويحن لمعرفة أخبارها ويعبر عن براءة مشاعره لها. أهلا حبودي، كيف ماما؟ كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ كيف صديقاتك؟ طبعا أنا أبوك مميزي كل يوم لذكرك. أنا أحبك شوي. حتى أنا أحبك. كل قلوب تنادي ريحة هواي بلادي. تثمن جهينة ثقة أهلها بها وتشكرهم عليها وتؤكد لهم أنها مهما عاشت بعيدا عنهم فلا بد أن تعود. أشكر أهلي شكر كبير على هذه الفرصة، وأنا إن شاء الله أكون على قد هذا الوعد، وإن شاء الله أرفع رأسهم وأفرحهم فيني وأرجع بالشهادة الكبيرة اللي هم يتمنوها إن شاء الله رب العالمين. تحث جهينة خطاها في الحلم، فهي تدرك جيدا أنها ستفارق ميتشيغن بعد تحقيقه يوما لتعود إلى وطن وإن نسته لحظة ذكرتها به قصائد والدها. يا عمان يا عمان وصفحة المجد تتلى سطرت كلها بسفر الخلود، لا تقاس الأوطان بالزمن العابر لكن بفعلها المشهود. ونتذكر من جديد لحظات ضحكات الأهل تضوي حلمنا من بعيني. حلم الأهل فينا احتضن أشواق تسرد